طيب خلونا نسمع منها لأنه هي صاحبة المشكلة وصاحبة المأساة الآن، الشاعرة أمينة عبد الله. أمينة أهلا بيك. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك، قولي لي إيه اللي حصل بقى؟ هو اللي حصل طبعا أنا يعني وصل السب في عرضي امبارح بالتعريض باسمي وصورتي في قصيدة جنسية مباشرة مذكورة فيها بالاسم بوضعية الزنا. ده كاتبها البيومي ده؟ لا ده كاتبها احد اصدقائه او اتباعه يعني، وانا تقدمت النهارده ببلاغ في المباحث الالكترونيه. تمام. طبعا كل ما سبق حضرتك قلته طبعا يعني هو في شقين، الشق التحريضي او المقلق في الموضوع ان الاستاذ الفاضل هو مدرس وامام مسجد. يعني عنده من الناس اللي بتسمعه بمشاعر متأججه دون يعني البيومي ده امام مسجد؟ بالظبط، وهو مدرس وهو باحث دكتوراه في جامعه الازهر. وهو طبعا يعني اهلا وسهلا بيه في كل الاحوال، هو لم يناقش النص فنيا على الاطلاق. لكن حاله التحريض اللي حصلت هي حاله مخيفه، وترجعنا حضرتك لبدايه التسعينات اللي كان فيها مهاجمه السيدات في الشارع بميه النار او بالمطاوي، وحضرتك تذكر هذه الحوادث تماما. ده شق. الشق الثاني اولا هو ناقش سطر بمعزل عن النص، والنص بمعزل عن النص الكلي. يعني هو الكل اجتزاء من اجتزاء. ده أولا. ثانيا أنا مش موقع لا اتهام ولا تبرير، ده منطق غريب جدا إن حد يبقى عامل وصاية فكرية أو ذهنية عليا. مش أنا بس طبعا أمينة هنا، أنا بقصد المنطق العام لفكرة الولاية على الذهن يعني، أو الوصاية على الذهن أو الكتابة أو الإبداع. في الحقيقة أنا يعني كل مشكلتي إن أو اللي أنا مصدومة منه في الحقيقة إن من يحملون لواء الفضيلة أو من يدعون إنهم يحملون لواء الفضيلة، أنا ما كتبتش كتاب فقه، ما كتبتش كتاب دين. هذا عمل إبداعي، ومع ذلك رغم رفضي الكامل. أنت أمينة الديوان صدر إمتى؟ الديوان الطبعة الأولى في معرض الكتاب، والطبعة الثانية صدرت في شهر يوليو. يوليو اللي فات. يوليو اللي فات. ملحوظ طبعا ان رغم حاله انت مشاركتك، رغم حاله الحظر ورغم حاله ان الناس قاعده في البيت، الى ان الديوان حقق مبيعات عاليه جدا، والغريب جدا ان اتعمل اكثر من 9 قراءات على الديوان. يا امينه انا بس عاوز اسالك بعض تفاصيل الاسئله الصغيره عشان نكمل بس الصوره دي. كانت اول مشاركه ليكي في مهرجان طنطا الدولي للشعر؟ هو مهرجان طنطا بشكل عام الشعر بيشارك مره واحده بس. تمام. تمام. يعني اقصد ان ما فيش حد له مشاركتين يعني. تمام. لكن دي طبعا اول مشاركه ليا في مهرجان طنطا للشعر. الاخ ده الاخ يعني. اللي هو متولي يعني حامل لواء الهجوم عليكي، وحضرتك بتقولي لي دلوقتي انه في ناس بداوا يكتبوا قصائد بينالوا فيها من عرضك وبالاسم وبيسيئوا ليكي يعني، وبصورتي الشخصيه في الحقيقه يعني مش بس اسمي. طيب المعلومات اللي عندنا انه شاعر وخريج الازهر فقط، المعلومات ان هو امام مسجد منين؟ لان هو لو امام مسجد الحقيقه فانا بتقدم انا ببلاغ ضده للاوقاف ان هي تشوف لنا يعني انه هذا الرجل الذي يسير بين الناس بالتكفير يعني. طب انت هل جالك تهديدات؟ هل حصل حاجه على الارض؟ على الارض الواقعيه لا، هو مازال الموضوع كله على المساحه الالكترونيه يعني او على الفضاء الالكتروني. لكن طبعا في محامي برضو بشكل شخصي يعني تطوع ان هو هيرفع دعوه ضدي، وبشكل شخصي اوسط ناس ان انا طب لو انا هدفع فلوس اكتر من اللي هم هيدفعوها هو ما يرفعش قضيه، فانا امتنعت عن الرد تماما يعني. لا مش فاهم تماماً. يعني ده ابتزاز مالي يعني ده؟ في محامي من نفس اصدقاء الاستاذ قال ان هو هيرفع لهم دعوه ازدراء اديان ضدي. واحد الاصدقاء الادباء يعني يعرفه فاتصل بيه فقال له لو هتدفع اكتر انا مش هحرك القضيه. فالحكايه اصبحت كمان في ابتزاز في مساومه. يعني في مساومه يعني هنا حتى ما فيش قضيه حقيقيه. طب انت ما يعني ما فكرتيش من خلال محامي يعني انت عليكي حمله لتكفيرك والاساءه ليك انك ترفعي انت قلتي لي انك قدمت شكوى في مباحث الانترنت عشان القصيده الفاحشه اللي كتبوها ضدك دي. بالظبط. لكن التحريض ده لانه ده تحريض مباشر على القتل يعني ما تقدمتيش ببلاغ للنائب العام ضد هذه الصفحات كمان؟ لا في الحقيقه انا ما تقدمتش ببلاغ لسبب غريب جدا، ما اعرفش حضرتك هتصدقني فيه ولا لا، أكيد المشاهدين هيصدقوني فيه ولا لا. انا ما اقدرش استعدي الجهات الامنيه على زملائي في الوسط، انا ما اقدرش اعمل كده. في الايه؟ حتى لو ما اقدرش استعدي الجهات الامنيه على زملائي في الوسط الثقافي. ليه؟ هو ايه اللي هيحصل؟ يعني انا ما اقدرش اقدم بلاغ في زميل ليا ويتاخد من بيته عشان يتحقق معايا، انا ما اقدرش اتصرف كده. ما يقتلك.
ده اللي بيعمله والله ده يقتلك. خافوا على ربنا. ما هو احنا بصي اقول لك على حاجه، هو المثقفين دلوقتي احنا بنحتكم للقانون، للقانون بالظبط. بس خلي بالك التقاضي، انا اتمنى الاحتكام للقانون. يعني التقاضي ده، التقاضي ده يعني انا هقول لك على حاجه، انا في مره ست شهور في نيابه العجوزه كنت كل يوم ثلاث بروح اقعد من الساعه 9 للساعه 4 العصر، كل 6 شهور. فهم بيستخدموا ده لاستنزاف الناس وتخويفهم وحصارهم. انا هنا ما لا احرضك على شيء غير قانوني، انا بكلمك في حقك، لانه المثقفين بيكتفوا وهيكتفوا معاكي ببيانات بندوه بمش ويسيبوكي لوحدك تقابلي مصيرك، ما عشان يعني ايه بس ده نبل اخلاق منك برضو انك تقولي هذا الكلام. طيب لو قولي لنا رسالتك يعني النهائيه او العامه، يعني انت رسالتي النهائية، أنا كتبت نص شعري فليحاكم بالمقياس النقدي، لم أكتب نص دينيا ليحاكم بمقياس ديني. أنا لست فقيهة أو امرأة دين. أنا بشكرك جدا وإحنا معاكي وهنبقى متابعين المسألة. أنا بتمنى يعني كمان بشكرك جدا أمينة عبد الله، الشاعرة أمينة عبد الله، بتمنى إنه إيه، لأنه هنا المجتمع